أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. البداية من صحيفة كتابات، ونقرأ فيها مقالا بعنوان العراق وهيمنة الفاسدين على سياسته الاقتصادية. يقول الكاتب ضياء محسن الأسدي: لقد غابت عن العراق في السنوات 25 الماضية المشاريع الاستراتيجية في ظل التطور التكنولوجي العالمي وتطور البنى التحتية لدول العالم والتسابق فيما بينها لتحسين الوضع الاقتصادي والصناعي لبلدانها من خلال مناهج تطويرية مدروسة وخطط مستقبلية لبناء مصانع وشركات عملاقة على أراضيها خدمة لمصالح شعوبها. إلا العراق الذي بقي يراوح ويتخبط في المشاريع الصغيرة التي دون مستوى الطموح والتي لا تلبي احتياجات المواطن، بل على العكس تزيد من معاناته بوجود المشاريع والخطط والبرامج الترقيعية التي لا ترتقي لبناء دولة عصرية ومؤسسات حكومية. فقد غابت المشاريع العملاقة التي كان لها التأثير الواقعي على الاقتصاد في ظل ميزانيات حكومية انفجارية. المواطن العراقي يعرف أين ذهبت هذه الأموال الطائلة وبعلم من، ويعلم علم اليقين مدى إمكانية العراق مالياً ونوع ثرواته وتعددها ومكامن القوة الاقتصادية لها. فالمواطن يسأل أين ذهبت أكثر من 3000 من المعامل المتطورة والمعامل والشركات المربحة التي كانت الحكومة تمول برامجها. مثلاً شركة الصناعات الكهربائية، معمل الصناعات البتروكيماوية، ومعمل الحديد والصلب، ومعمل الجلود، ومعمل ألبان أبو غريب، ومعمل الزجاج، ولا يخفى عليه السياحة الدينية التي تدر المليارات من الدنانير على الأوقاف الخاصة، ومعمل الأسمدة، وشركة الطرق والجسور التي كان لها الباع الطويل في تأسيس وإنشاء أضخم المشاريع الخدمية والجسور العملاقة الرصينة. إلا أن الإهمال الحكومي المتعمد والمقصود في إيقاف عجلة التقدم والبناء وتجهيل المجتمع بأوامر خارجية وإقليمية ودولية معروفة الغرض والدوافع، كلها ساهمت في تدني مستوى الخدمات على كافة الأصعدة، والتي تراجع البلد على ضوئها ليصبح العراق مرتعاً خصباً وسوقاً مفتوحاً للبضائع الأجنبية. والمواطن العراقي ينظر بعين الأسف والمرارة على أمواله. ونقرأ مقالاً من صحيفة العربي الجديد بعنوان العراق أزمة تلد أزمات للعراق، أو يقول في الكاتب: لم يعرف العراق منذ تأسيس دولته الوطنية قبل 100 عام مآزق وأزمات أكثر من التي عاشها في الأعوام 20 الأخيرة، إذ كلما تبدل العراقيين أن ثمة حلولاً تلوح أمامهم وأن هناك من المخارج ما يمكن أن يضع أمورهم على الطريق السوي، حتى يكتشفوا أن تلك الحلول والمخارج لا تقود إلا إلى أزمات ومآزق أخرى. الوسط السياسي فوجئ بقرار المحكمة الاتحادية إقالة محمد الحلبوسي من عضوية البرلمان، والذي أحاطت به شكوك كثيرة، حتى عده بعضهم بمثابة شغل إيراني مرده تجاوز الحلبوسي خطوطاً حمراء وضعتها طهران أمامه مقابل موافقتها على تسلمه رئاسة البرلمان، على الرغم من أنه لم يقم بسن قانون العفو العام وإبعاد الميليشيات عن المدن وإعادة النازحين والمهجرين إلى مساكنهم. هيمنت كل هذه الوقائع على الوسط السياسي العراقي في الأسبوع الأخير، وأربكته وكشفت مرة أخرى عورات العملية السياسية الطائفية التي جاء بها الأمريكيون بعد الاحتلال، والتي وضعت العراق عملياً تحت الهيمنة الإيرانية المباشرة، وأوجدت تركيبة سياسية هجينة تنظر إلى مواقع السلطة العليا وإلى خزائن المال العام على أنها غنائم حرب، يتوافق اللاعبون المهيمنون على الاستئثار بها وقسمتها كما يقتسم اللصوص الكعكة الذهبية
على حد وصف نائبة في البرلمان، وهكذا يدخل العراق مرة أخرى حالة استعصاء وعجز تنذر بمخاطر كثيرة تنعكس آثارها على المواطن العادي المهموم والمنشغل بالبحث عن رغيف خبز وفسحة أمن وأمان، وليس ثم تحل في الأفق بعدما راكمت السنوات العشرون رصيداً مهولاً من الأزمات والمآزق التي يصعب التصدي لها بحلول إصلاحية مبتسرة أو بمعالجات قاصرة. يرافق ذلك نوع من اليأس لدى الجمهور العام من إمكانية أن يحدث تغيير، مع أن بعضهم ما زال يأمل بأن يحقق له القابضون على السلطة ما يريده. إلى صحيفة الشرق الأوسط ونقرأ منها مقالاً بعنوان دروس من أفغانستان والعراق لغزة للكاتب عمرو الشوبكي، يقول فيه: تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة بأن الدولة العبرية ستسيطر أمنياً على قطاع غزة تؤكد أن إسرائيل لم تحاول استخلاص بعض العبر والدروس من حروب حليفتها الكبرى الولايات المتحدة وغزواتها في العراق وأفغانستان، والتي انتهت بمآس كبرى دفع ثمنها مئات الآلاف من أبناء الشعبين، وأيضاً هزيمة كبرى للمشاريع الأمريكية التي حاولت هندسة الواقع السياسي والاجتماعي والعسكري في كلا البلدين، وكانت نتيجتها فشلاً مدوياً. ويضيف الكاتب عمرو الشوبكي: ما دامت إسرائيل تصر على استلهام تجارب الفشل الأمريكية في أفغانستان والعراق بصورة أكثر دموية وعنفاً، سيضع المنطقة والعالم أمام مخاطر أكبر. صحيح أن غزة ليست العراق وحماس ليست طالبان، لكن يقينا الفكرة التي حكمت الغزو الأمريكي لكلا البلدين وهي الاستئصال والاجتثاث لحكم طالبان وحكم البعث وهندسة بديل سياسي جديد على المقاس الأمريكي فشلت تماماً، مثل الفكرة التي تحكم إسرائيل حالياً وهي اجتثاث حماس والقضاء على المقاومة وتنظيف غزة لصالح بديل تصنعه أو تساهم في صنعه عبر سيطرتها الأمنية. والحقيقة إن الولايات المتحدة غزت العراق بحجة القضاء على أسلحة الدمار الشامل وثبت كذبها، ولكنها في الوقت نفسه تصورت أنها يمكن أن تصوغ مشروعاً ديمقراطياً جديداً للعراق يكون أنموذجاً لدول المنطقة، واعتمدت أطروحة وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة كونداليزا رايس في الفوضى الخلاقة التي من خلالها راهنت على تأسيس شرق أوسط جديد على أنقاض القديم الذي وصفته بالاستبداد وتفريخ الإرهاب. لم تبني أمريكا بعد احتلالها العراق الأنموذج الذي أرادته، وتحولت حربها على الإرهاب إلى أحد أسباب انتشاره، كما أصبحت القوى المؤثرة على الأرض هي تنظيمات وميليشيات خارج مؤسسات الدولة ومعادية تماماً لأمريكا ومرتبطة بالاستراتيجية الإيرانية. إلى مقال جديد بموقع عربي 21 للكاتب منير شفيق، يقول فيه: إن هناك حربا عالمية بين غزة من جهة وبين أمريكا والكيان الصهيوني وأوروبا من جهة ثانية، الأمر الذي يعني بأن العالم الغربي يشن حربا عالمية ضد منطقة صغيرة وصغيرة جدا، علما أن الحروب العالمية تشن ضد دول كبرى ذوات جيوش جرارة وسلاح متفوق، الأمر الذي يعني أن أمريكا والغرب يشنون حربا عالمية ضد غزة. أما من جهة أخرى أمريكا مثلا فخسارتها ستكون عالمية وكسبها للحرب معاذ الله، وفرضا لن يكون لها بنصر إلا على مستوى ثلة المقاومين وليس على مستوى عالمي. ويضيف الكاتب: فالحرب بالنسبة إلى أمريكا عبثية خاسرة ومقلوبة على رأسها ولا قيمة لها غير إنقاذ الكيان الصهيوني من الهزيمة، ولكن الكيان سيبقى مريضاً عليلاً متداعياً ولن يعود إلى شبابه أو سيرته الأولى. كسب الشعب الفلسطيني ومقاومته وقضية فلسطين المعركة حول من يكسب الرأي العام، فقد خسر الكيان الصهيوني وقادة الغرب المعركة الأخلاقية والسياسية والمعركة الحضارية.
إن القانون العسكري الحاكم لمعادلة المعركة البرية يتمثل في تحول كل تقدم يحرزه جيش العدو إلى فخ أو إلى هدف يقترب من صواريخ الياسين 105 ومن انقضاض المقاومة على دباباته وراجلته. صحيح أن المقاومة محاصرة ولا عمق لها من حيث الأرض والمكان والمعابر، وصحيح كذلك أن القصف الجوي الجنوني الإجرامي مستمر ليلا نهارا وبلا تقطع، الأمر الذي يشكل عوامل سلبية تمس الخوف من نضوب المخزون المتعلق بالذخائر والماء والغذاء والدواء وما تحتاجه الجبهة من الإمداد، ولكن تعويض ذلك يتمثل فيما أعدته قيادة المقاومة من أنفاق واستعدادات لحرب طويلة الأمد. الفلسطيني بما فيه مقاومته المسلحة والقضية الفلسطينية برمتها وحتى حركة الجهاد والشعبية وحماس نفسها، فإن الشعب الفلسطيني سيمسح عرقه ويبدأ من جديد كما حدث دائما. كيف خسر الاحتلال الإسرائيلي معركة الرأي العام العالمي؟ قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن عملية دولة الاحتلال الإسرائيلي البرية في قطاع غزة لم تؤدي إلى انتصار دولة الاحتلال. وأضافت في معركة الرأي العام الصحيفة في المقال الذي أنجزه ماكس بوت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي حاصر الجزء الشمالي من غزة ويقوم بتفتيش المناطق التي تعد معقلاً لحركة حماس، بما فيها مستشفى الشفاء الذي تزعم إسرائيل أنه مركز عمليات الحركة. دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تقرر بعد كيفية التعامل مع أنفاق حماس التي ربما احتجز فيها الأسرى، والتحرك باتجاه مناطق أخرى في غزة لم يدخلها الجيش بعد، مذكراً بما حدث مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، فربما زاد عدد قتلى الجنود الإسرائيليين، حيث يتحول الجيش من العمليات القتالية إلى محاولات السيطرة على المناطق الخاضعة له. ساعة السياسة تدق أسرع من ساعة الجيش، ففي البداية شعر العالم بما فعلته حماس، لكنه بات مرعوباً من وحشية الرد الإسرائيلي، وكشف استطلاع أجرته وكالة أنباء رويترز وإبيسوس الأسبوع الماضي أن نسبة الأمريكيين الذين يطالبون أمريكا بدعم إسرائيل قد تراجعت من 41% إلى 32% ومنذ بداية الحرب، فيما وافقت نسبة 68% على وجوب وقف إسرائيل إطلاق النار ومحاولة التفاوض. وأوضح أنه ربما تم وقف إطلاق النار لعدة أيام، لكن وقفه لمدة أطول ليس على الطاولة، بخاصة إن الإسرائيليين لا يزالون غاضبين من الهجمات، ولا يمكن لمئتي ألف إسرائيلي العودة إلى الجنوب والشمال بسبب الحرب، ويعد وقف إطلاق النار انتصاراً لحماس. الآن نتابع وإياكم كاريكاتير اليوم. بلا جدران تقيهم حر الصيف وبرد الشتاء، أخرجوا من ديارهم غائبون لا صوت لهم، وبلدهم يطفو على بحر من النفط، تصارع أكفهم قسوة الحياة. هدموا كل ما هو جميل
وأساءوا لحاضرة الدنيا حتى استغاث منهم تراب الرافدين. لكن أحفاد ثورة العشرين سيكسرون القيد ويبذلون المهجة ويعيدون الحياة. لن تكتم الأفواه ولن تحبس الألسن، فنحن صوتكم. في ظل تزايد حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 في ألمانيا، نشد أطباء الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالتطعيم ضد الفيروس. رئيس مجلس إدارة الجمعية الاتحادية لأطباء التأمين الصحي في ألمانيا لصحيفة فيلد أم زونتاج الألمانية الأسبوعية في عددها الأخير قالوا إنه من المفهوم أن كثيرا من الناس سئم من التطعيمات في ظل الضغط العام الشديد لتلقي التطعيمات ضد كورونا. ولكنه أكد، وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية الاتحادية لأطباء التأمين الصحي في ألمانيا ويدعى أندرياس جاسن، أكد أنه يتعين على الفئات المعرضة للخطر بصفة خاصة اتباع توصيات التطعيم من أجل حماية أنفسهم، بما في ذلك التطعيم ضد الإنفلونزا، لافتا إلى أنه يمكن الجمع بين التطعيمين بحيث يتم أخذ التطعيم ضد كورونا في الذراع الأيمن والذراع الآخر للتطعيم ضد الإنفلونزا. ومن جانبه قال ماركوس باير رئيس رابطة أخصائي الطب العام بألمانيا، من المهم التأكيد دائما أنه من الممكن أن تكون كورونا مرضا خطيرا بالنسبة للفئات المعرضة للخطر بصفة خاصة والتي لم تحصل على تطعيم. وبالنسبة لفيروس كورونا، فترى اللجنة أن الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما يحصلون على مناعة أساسية ضد الفيروس بعد تلقي جرعتي تطعيم مع حدوث إصابة أو بعد تلقي 3 جرعات تطعيم. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. احنا عندنا طفل موجود هنا، احنا انا خاله، اهله ابوه وامه موجودين في غزة، ما في تواصل معهم، مقطوع الاتصال، مش عارفين اذا هم احياء او اموات. وصلوا كل الأطفال باسم فقط طفل أو طفلة فلان 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 الفلانية، اسم الأم. هذه المعلومات اللي لدينا فقط، لا يوجد رقم هذا الجوال ولا يوجد أي أرقام أخرى. بالنسبة للأطفال المجهول، في هناك طفل مجهول عندنا الهوية، لا يوجد له لا اسم ولا معروف الأهل ولا شيء، وفي أطفال طبعا أهلهم مستشهدين بالكامل.
حوالي 39 يوم ما شفتش بناتي أنا التوأم اللي ولدتهم إلا مرة واحدة لما ولدتهم، فكان يعني قلبي مشغول عليهم ما قدرتش أشوفهم. وهلا لما جيت اطمنت يعني وشفتهم، بس لسه بحتاجوا الى رعايه بزياده يعني، فلازم يضلوا في الحضانه. اكيد صعب لكل ام انها ما شافتش اطفالها، ولا رضعتهم ولا حضنتهم ولا يعني كانوا في حضنها. دائما حضن الام هو امان للطفل اصلا يعني. فرج الله كربكم يا أهل غزة وجعل لكم من هذا الوجع مخرجا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من صدى الأقلام. دائما وأبدا كونوا بخير، إلى اللقاء.